بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك أي جديد. مرحبا بكم إخواني متابعينا الأوفياء، متابعينا الكرام، معكم عبد النور مدريد. اليوم أتيناكم بفيديو وموضوع جديد يتعلق بالعمال الموظفين المتعلق بسن التقاعد المسبق. بعد انتظار طويل وبعد توقيف قانون التقاعد المسبق في سنة 2016، ها هي اليوم تأتي مقترح من المجلس الشعبي الوطني في 22 جانفي 2020 كما تشاهدون في الخانة الزرقاء. المقترح وهو كما تشاهدون إخواني الكرام تعدل المادة 2، تعدل وتتم أحكام المادة 6 من القانون رقم 1283 المؤرخ في 21 رمضان 1403 الموافق 2 يونيو 1983 ومذكر على المعدلة المتممة بالمادة من القانون رقم 1516 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1438 موافق 31 ديسمبر 2016. هذا التاريخ هو تاريخ توقيف قرار وقانون التعاقد المسبق. المادة 6 تبدأ وجوبا استفادة العامل من معاش تقاعد عدد استيفاء الشرطين الاتيين: بلوغ سن 60 سنة كاملة، غير انه يمكن احالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من سن 55 سنة كاملة. كما تشاهدون اخواني الكرام المادة 7، كما تشاهدون اخواني الكرام يمكن ان يستفيد العامل من معاش تقاعد المسبق قبل بلوغ السن المنصوص عليه في المادة 6 على بشرط بلوغ سن 55 سنة على الأقل بالنسبة للرجل و 50 سنة على الأقل بالنسبة للمرأة. كما يحتوي يمكن ذو احتياجات خاصة الاستفادة من التقاعد المسبق عند بلوغ سن 50 سنة كاملة. يمكن أن يستفيد من معاش تقاعد في المادة 6 المذكورة أعلى. كما تشاهدون إخواني الكرام المادة 7، يمكن تمديد سن التقاعد بطلب من العامل المعني بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، شرطة أن لا يتعدى التمديد فترة 5 سنوات. هنا يقصدون بتمديد سن التقاعد طلب من الموظف، ليس طلب من الإدارة، طلب من الموظف إذا كان المنصب الذي يشغله تأهيل عالي أو تأهيل نادر، لم يجد من يستخلف ذلك الموظف في تلك الوظيفة، يمكن له تمديد، له الحق في تمديد فترة 5 سنوات إضافية. المادة 48، يمكن رفع تمويل نفقات التقاعد المسبق عن طريق الزيادة بنسبة الاشتراكات بالنسبة للمستخدم والعامل الأجير. تستوجب استفادة العامل الذي بلغ سن التقاعد المسبق المحدد في المادة 3 من هذا القانون أن يثبت مساهمته في الاشتراكات في فرع التقاعد النسبي، أي اشتراكات التي تكون في صندوق التقاعد الذي سوف يستفيد منها بعد استفادة من سن التقاعد النسبي لمدة لا تقل عن 5 سنوات. يمكن للعامل أن يستفيد من التقاعد المسبق حتى ولم تقتطع من راتبه الشهري اشتراكات التقاعد المسبق، بشرط أن يسدد قيمة الاشتراكات في 5 سنوات الأخيرة منصوص عليها في الفقرة الأعلى. أي يقصدون أنك سوف تشتري هذه 5 سنوات إضافية إن لم تتم اقتطاعها من راتبك الشهري، وهذا شيء جميل إخواني الكرام. يمكن رفع تمويل نفقات التقاعد المسبق عن طريق الزيادة بالنسبة للاشتراكات بالنسبة للمستخدم والعامل الأجير. تستوجب استفادة العامل الذي بلغ سن التقاعد المسبق المحددة في المادة من هذا القانون أن يثبت مساهمته في الاشتراكات في فرع التقاعد المسبق، أي صندوق تاع سي إن آر، لمدة لا تقل عن 5 سنوات. يمكن للعامل أن يستفيد من التقاعد المسبق حتى ولو تقطع من راتبه الشهري، حتى ولو ما نحسبولكش 5 سنين اللي خرجت بها
بتقاعد نسبي مسبق ما قطعولكش المبلغ هذاك من الشهريه تاعك، يشرطوا عليك ان تسدد قيمه الاشتراك هذه 5 سنوات الاخيره، اي تشريهم وهذو كامل راح تستفاد منهم انت وراك رايح تديهم ان شاء الله كي تكون لانتريد. كما تشاهدون في الماده 8 يسري مفعول هذا القانون ابتداء من اول يناير 2021، اي سوف يطبق هذا القرار ابتداء من الموسم القادم ان شاء الله السنه القادمه فيبري اول يناير 2021 او جانفي، هو سوف ينشر هذا القانون في الجريده الرسميه للجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه. نتمنى ان هذا المقترح يطبق ان شاء الله ويصادق عليه من طرف رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، ويستفيد الموظفون من التقاعد المسبق. كما تعلمون بان بعض الاسلاك كقطاع التربيه اذا وصل سن 60 سنه فلا يصعب عليه ممارسه مهامه نظرا لتقدمه في السن، ولكن بهذا المقترح لسن التقاعد المسبق ب50 سنة يستطيع الموظف أن يمارس نشاطه في سن 45 أو 50 سنة، ليس كسن 60 سنة الذي يصعب عليه إعطاء كل ما عنده للتلاميذ، وأيضا لفتح المجال أمام الفئة الشبانية الذين يتخرجون من الجامعات كل سنة بالآلاف، هذه فرصتهم لكي يتحصلوا على مناصب شغل ويكونون في سن مبكر يستطيعون أن ممارسة مهامهم في سن محدودة إن شاء الله، وتقليل من نسبة البطالة التي تشهدها بعض القطاعات. نتمنى من كل قلبنا إن شاء الله مصدق على هذا القانون، ومبروك للجميع الموظفين والعمال. نطلب منكم الاشتراك في القناة إذا كنت أول مرة تشاهد هذا الفيديو، وإذا كنت مشترك فلا تنسى أن تدعم هذا المقطع بالإعجاب لدعمنا لنستمر إن شاء الله بنشر المزيد، ولدعم هذا المقطع بالانتشار مع مقاطع فيديو يوتيوب، والاستفادة من أصدقائكم. يرجى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم ليعلم الجميع في موضوع قادم إن شاء الله. كان معكم عبد النور مدريد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.